أحسن الله إليكم رسالة وصلت السائلة في البرنامج، تقول فضيلة الشيخ بأنها فتاة تبلغ من العمر ما يقارب من 20، وسبق أن أفطرت في أشهر عديدة من رمضان لعذر شرعي، ولم تقضي هذه الأيام تهاونا وكسلا منها في ذلك، فما الواجب عليها الآن؟ وهل يصاحب هذا الإفطار كفارة؟ أفيدونا بذلك. الواجب عليها الآن أن تبادر بالقضاء، قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان، ولو تعددت الرمضانات تحصيها وتقضيها بالنية عن كل شهر تركت منه أياما فتصومها قضاء لأنها ما زالت باقية في ذمتها، وعليها مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكينا كفارة عن التأخير. نعم.